فضلت الشيخ عبد الله يقول لي ما الدليل على حد الرجم من القرآن وتحداه قدام 6 مليار على كوكب الأرض انه يجيب آية من القرآن بتقول ان في حد الرجم؟ طيب خلينا ناخد الشيخ، اخد بس 3 تليفونات بسرعه عشان ثواني. انا على فكره قاعد ساكت تمام احتراما لكلام حضرتك، انما انا عندي ردود يعني. كل ده هنرد عليه. ده كلام جميل. الشيخ وليد اسماعيل، الشيخ وليد اتفضل. شيخ وليد. ايوه مع حضرتك، السلام عليكم. شيخ وليد اتفضل. شيخ وليد يعني نلتزم، لا تكفير لا شتائم، قول اللي عندك. الحمد لله انا طول عمري ملتزم وما بكفر وما بشتم. طيب. الحمد لله رب العالمين. اتفضل. اقول الاستاذ يعني فضل. محمد نصر هينتهي من كلامه شيخ محمد وتعلق. اتفضل. نعم، هو بيتكلم على مساله حد الرجم، وكان مساله حد الرجم يعني ان لم توجد في كتاب الله عز وجل فهي ليست موجوده. فذلك انا اساله عدد الركعات سواء الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء، هل موجود في القران؟ فان لم تكن في القران فهل للمسلمين ان يتركوها ام لا؟ ثانيا، ان كان حد الرجم يعني ان كان هو يراه ان هو حد قاسي على المراه الزانيه او على الرجل الزاني، فسبحان الله، فهذه غيره الاسلام على سواء المراه او الرجل. فهل إذا كانت هذه المرأة وهذا الحد هو عقوبة قاسية، فهل له أن يشرح لنا هذه الآية عندما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أليست هذه عقوبة قاسية أيضا أم لا؟ صحيح. أليست هذه في الإسلام أم لا؟ قرأها قبل ذلك أم لا؟ أليست هذه آية في الحرارة أم لا؟ ممكن أرد عليا في النقطة دي بس أستاذ وائل؟ تفضل. أرد؟ تفضل. رقم 2، واحد الأول، الصلاة بتقول عدد ركعات الصلاة وصل إزاي؟ أولاً الإمام البخاري ومن جاء بعده أدون كتابه في الصحيح سنة 220 هجرياً، يعني بعد وفاة حضرة النبي صلى الله عليه بقرنين من الزمان. أنت بتصلي دور ركوع ولا لا؟ طب ما أنا اصبر عليا. فهل مكث المسلمون 200 عام؟ دلوقتي بتقول إذا جاء حاجة في القرآن. طب ما تصبر، بجاوبك. الصلاة بهيئتها والزكاة والصوم والحج هي سنة عملية تواترية نقلت إلينا بالتواتر، زي ما حضرتك يا أستاذ وائل والدة كنت صغير علمك الصلاة. هل فتح لك كتاب البخاري؟ أصلا كتاب البخاري ما فيهوش وصف الصلاة، في صلوا كما رأيت. هو بيقول لك بالقياس إنه يعني سنة عملية مش كل من جاء، مش كل من لم يرد في القرآن عليك أن تجهله يعني أو تنكره. جيب لي أحاديث صحيحة أعترف بيها. لو سمحت، لو إنما أحاديث موقوفة ومرفوعة. ركز معي. يبقى أنت كده أثبت وجود عدد الركعات بالتواتر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المهدي أيضا جاءت بالتواتر. لم تبلغ ما التواتر عليه الأمة كلها. لو سمحت، لو إنما 26 واحد من مليار ونص مليار مسلم. اسمعني بس للنهاية. فلماذا أخذت بالتواتر عدد الركعات ولم تأخذ بالتواتر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي؟ عشان المليار ونص بيصلوا صلاة واحدة بشكل واحد. لو سمحت اسمعني. بعد عهد سيدنا عيسى هناك كانت فترة من الزمن وكان في الإنجيل بشرى بأنه سيأتي محمد، والناس اعترضت سواء بعد سيدنا عيسى أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة الزمنية. فكذلك أنت تعترض على وجود المهدي كما اعترض هؤلاء القوم على وجود محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هات لي أحد. هو المهدي نبي؟ سمحت اسمعني. هو المهدي نبي؟ اسمعني للآخر. ليس عليك هداهم. منتظر فيه من صفات النبوة. يعني ايه؟ استغفر الله العظيم. وهو الذي يقيم. انت بتدعي ان في نبي جاي بعد النبي محمد؟ صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله وخاتم النبيين. يا شيخ وليد عد الى دينك. تدعي ان في نبي جاي بعد سيدنا محمد؟ ما تدخلنيش في مسألة تانية. لا، يعني في نبي جاي بعد سيدنا محمد؟ معينة. على المجيء، هم اعترضوا على مجيء محمد صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا عيسى، كذلك انت. ده سيدنا محمد نبي، المهدي نبي. روايات صحيحه تعترض على احاديث وروايات صحيحه بانه المهدي سياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان في فتره من الزمن كما استغفر الله العظيم. انت هتساوي المهدي بالنبي؟ سلام.
طب احنا هناخد المهج بتاع السلفيين ولا الاخوان؟ يا استاذ وائل خليه يسمع. خلينا اسمع بس يا شيخ محمد، سجل عندك. ماشي اتفضل. النقطه الثالثه، هو يقول انا اخترعت هذا الامر او قلت من المهدي حتى الناس تعمل وين ينتظرون المهدي. من قال اننا لا نعمل انتظارا للمهدي؟ قول لي بتنتج ايه يا شيخ وليد؟ النقطه بقى الاهم، قول لي انتجتي ايه؟ النقطه الميكروفون اللي بتتكلم منه صنع الغرب. لو سمحت انت بتشتغل ايه؟ قول للناس يا باحث ومفكر ديني ولي كتابين نازلين معرض إيه؟ الكتاب اللي جاي باذن الله. يا استاذ محمد قول للناس انت انتجت ايه للاسلام وللمسلمين وللشعب المصري. امام الاستاذ وائل انتجت منهجيه علميه اسمها نقد المتن، مستعد اجي اشرحها في حلقه منفرده او مع الدكتور عبد الله. معلش لحظه واحده، لم ياتي بها احد من السابقين. لا تؤمن المتن. لا تؤمن بروايات صحيحه، لا تؤمن بمساله التواتر. لا هات لي حديث صحيح وانا اعترف به. اخص رايت من اتخذ اله هواه. لا حضرتك ما تجيبليش حديث عكس القران. يا شيخ وليد خليني بس في صميم القضيه، هل انت صدقت، هل اول ما اعلن الشيخ محمد عبد الله ناصر أنا المهدي المنتظر فاتبعوني، هل صدقت أنه قال هذا الكلام على سبيل الجدية، يعني أنه يطالب المسلمين باتباعي وأنه أصبح المهدي المنتظر بالفعل؟ أنا منذ ظهور محمد مصر على الساحة العربية أنا لا أصدق ما يقول أصلا ابتداء، ولا أنظر إليه بنظرة أنه شيخ حتى لو ارتدى العمامة الأزهرية. ولكن انا ليا برضه تعليق على مساله اكل الداجن والايات واللي هو عمال يتكلم بيها. لا ده كان بيقول عليه الداجن. اذا كانت الداجن اكلت بعض الصحائف اللي كانت تحت سرير السيده عائشه فلم تاكل القران الكريم الذي وجد في صدور الرجال. استغفر الله العظيم. شاهدين يا مسلمين، السلفيين وشيخ من الازهر بيقول ان في ايه من القران اتاكلت من تحت سرير السيد عائشة. ده كلام الشيعه، ده كلام المجوس اللي بيرددوا لهدم الاسلام. ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. انت رايك في ايه يا دكتور عبد الله؟ في ايه اتاكلت من تحت سرير السيد عائشة؟ مين يا استاذ وائل؟ انا ما بحبش الطريقه دي في الكلام. انك تلاحق الواحد، انت قلت انت عملت في ايه اتاكلت من المصحف؟ ده مش منطقي. في ايه اتاكلت؟ رد عليك حالك، رد عليك بتأني عشان الجمهور يعرف. رد بتأني يا استاذ وائل. لو واحد دلوقتي مسك المصحف واحرقه او مسك 100 مصحف وحطهم في النار، هل معنى ذلك حتى لو اخذوا المصحف ده لا يلغي ان له لحافظوه؟ هل بذلك يبقى هو ساعتها كان في مصحف محطوط وكان في سرير اصلا؟ يا استاذ كان النبي بينام على الحصير. الداجن دي ايه؟ الداجن دي يا استاذ دي المصاحف ديت اللي هي الصحف اللي بتكتب عليها. كان كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم صحائف، يعني ايه دفاتر كده بيكتبوا فيها بينقلوا فيها سواء سنة او قرآن. شيخ وليد بدون تفاصيل، انت معزة واكلت بعض الصحائف دي، معناها انها اكلت الصحائف دي كان مكتوب فيها ايه؟ كان في نسخ تانية منها؟ انا دي نقطة. طب كان فيها آية ايه بس؟ كان اسمها آية التكليف. ما رأيك في الآية التي تقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا؟ ما معنى يصلبوا هنا؟ الصلب لو عايز بتوسع، هناك فرق بين الصلب والتصليب. باختصار بسبب واحد. نعم. هرد عليك برضه، لا مؤاخذة يا شيخ وليد، انا هرد عليك باختصار لان والله انا مش من هواة السهر وعايز انام بدري. ليه؟ فاحنا بقى لنا ساعتين قاعدين بنحكي في حاجات كتير. ده انا بص فخلينا نختصر. طيب ممكن نختصر على الاخر عشان نجاوب بس عشان يا جماعه هنتهي بس من التليفونات. طب انا هختصر على ده جزء متعلق بالتليفون. هختصر على الاخر. طيب شيخ وليد عايز تقول حاجه ثانيه؟ سجل ده عندك. هو لا معلش انت تعتقد ما الذي يقصده الشيخ محمد عبد الله ناصر بهذه الضجه؟ يعني بهذه الضجه خلينا اعود ل للمهدي المنتظر، لإمام آخر الزمان. يعني يا أستاذ وائل، محمد ناصر بيختفي شوية ويرجع لنا بهذه الأشياء عشان يظهر يتنطط في فضائية من هنا لهنا لهنا. وأقسم بالله رفضت عد القنوات اللي رفضت الظهور فيها يا زويل. ما معنى الصلب في الآية يا محمد أستاذ محمد، ما معنى الصلب في الآية؟ وهل هذه الآية صب في جبين المسلمين أم لا؟ معنى الصلب ولا التصليب؟
الصل إنما جزاء الذين يحاربون الله أن يصلبوا ولا يصلبوا في الأرض فسادا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم خلاف. التصليب أن يعذب الإنسان ثم يربط حتى يموت، أما الصلب أن يوضع على الصليب حتى تأكل الطير من رأسه فيموت من أثر الصلب لا من أثر العذاب. قال في سورة يوسف، اسمعني أفهمك الفرق. في سورة يوسف قال أما أحدكم فإيه فأني أراني أحمل فوق رأس خبز، قال له إيه تصلب فتأكل الطير من رأسك، إنما في السورة دي ما قالش يصلب قال يصلب. هل هذا الأمر وحشي من الإسلام؟ يعني هذه آية وحشية لا تتماشى مع البني آدم والإنسانية؟ لا لا طبعا، ده احنا لازم نطبقه على داعش ومؤيدينهم وعلى أعوان ربع ومؤيدينهم وأعوان الإخوان ومؤيدينهم وأعيان حازم صلاح أبو إسماعيل الإرهابي ومؤيدينه واللي تصور معاه واللي كان في حملته واللي كان في حركة حازمون الإرهابية. لحظة، لا تعمي على الناس، لا أنت قبلت للإنسان أنه هو ممكن يصلب وتقطع أيديه وأرجله من خلاف، ليه؟ لأنه حكم موجود في كتاب الله عز وجل، فلماذا أنكرت الرجل؟ ما هو قال يحاربون ويسعون بصيغة المضارع يعني في استمرارية. طيب شيخ وليد، بس أصلنا كده لو قعدت أدخل في كل نقطة بشكل تفصيلي هنحتاج أيام يعني. طيب أنا بشكرك الاختصار بس. طيب الأستاذ خالد الزعفراني وبعدها أستاذ خالد